تعمل مصر على توصيل صوت إفريقيا إلى العالم لعرض مشكلة القارة والعمل على حلها عبر علاقاتها الدولية القوية التي تجمعها مع كافة دول العالم. وشهد الاهتمام المصري بإفريقيا تطوراً جديداً، حيث تؤكد مصر أنها بوابة العالم لإفريقيا وبوابة إفريقيا للعالم. إيصال صوت أفريقيا إلى العالم هدف رئيسي تسعى مصر إلى تحقيقه عبر علاقاتها الدولية القوية التي تجمعها مع كافة دول العالم، وعيونها تنظر صوب تطلعات الشعوب الأفريقية نحو التقدم والازدهار وآمال المواطن الأفريقي في توفير الغذاء وحماية البيئة الأفريقية من التغيرات المناخية وغيرها من المجالات المتعددة. وتعد مصر إحدى الدول الرئيسية المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963، حيث التزمت مصر بأهداف المنظمة الرامية إلى نبذ التفرقة العنصرية وتبني سياسة عدم الانحياز ودعم استقلال الدول الأفريقية. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، اتخذ الاهتمام المصري بأفريقيا بعدا جديدا، حيث تؤكد مصر أنها بوابة العالم لأفريقيا وبوابة أفريقيا للعالم، وتشدد دائما على حقوق الشعوب الأفريقية في الحياة والنمو والتطور والازدهار. كما أخذت مصر على عاتقها فتح قنوات شراكة جديدة بين قارتها ومختلف التكتلات والتجمعات السياسية والاقتصادية العالمية. في مدينة بياريتس الفرنسية عقدت في أغسطس عام 2019 قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، والتي أكد خلالها الرئيس السيسي أن الحديث عن النهوض بأفريقيا ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. وفي مدينة سوتشي بروسيا انطلقت في أكتوبر عام 2019 أعمال القمة الأفريقية الروسية، والتي ترأسها الرئيس السيسي بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أكد خلالها الرئيس السيسي أن أفريقيا مقبلة على مرحلة هامة تشهد فيها تغيرات إيجابية كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال. وفي يناير عام 2020 شاركت مصر في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار، وذلك تحت شعار شركاء من أجل الرخاء، والتي أكد خلالها الرئيس السيسي أن هناك فرصاً واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم. كما لم تنس مصر تطلعات أشقائها من الدول الأفريقية خلال استضافتها قمة المناخ كوب 27 لتتحدث بلسانهم وتبذل الجهود كافة للوصول للأسواق الدولية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي بشكل أسهل وأقل تكلفة. وخلال القمة الأمريكية الأفريقية الثانية في واشنطن، والتي عقدت في ديسمبر عام 2022، سلطت مصر الضوء على القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا وغيرها من الملفات الهامة. وأمام اجتماع للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد، والتي تترأسها مصر للفترة من عام 2023 حتى عام 2025، حذرت مصر من أن الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة تقوض جهود التنمية في القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي يستلزم النظر في إيجاد موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية. اهتمام كبير توليه مصر للقارة الأفريقية وشعوبها من أجل تحقيق التنمية المنشودة، لتؤكد من جديد أن الدعم المصري لأفريقيا في المحافل الدولية وانشغالها بقضاياها أمر لا يتوقف ولا ينضب.